السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هندي البلاد ترانسفيوجن. البلاد ترانسفيوجن هو عملية نقل الدم من دونر يعني متبرع لريسيبينت اللي هو العيان اللي هيستقبل الدم. طبعا العملية دي احنا خدنا لها باك جراوند في المحاضرات عن البلاد جروبس، وان انا عندي different blood groups او different blood types، وخدنا ان احنا مش كل بلاد جروب ينفع انقلها للبلاد جروب التانية، في معايير وضوابط للموضوع ده. وكانت اهم المعايير ان احنا عارفين ان احنا الدونر بلاد بيبقى عنده ريد بلاد سيلز عليها انتيجنز، والبلازما بتاعته فيها انتي بوديز، ونفس الكلام طبعا الريسيبيانت بلاد ايا كان البلاد جروب بتاعه بيبقى فيه البلازما بتاعته فيها انتي بوديز والريد بلاد سيلز بيبقى عليها انتيجن. وبالتالي انا يهمني في الدونر بلاد مش البلازما، يهمني ريد بلاد سيلز. ليه؟ لان ريد بلاد سيلز بيبقى كميتها كبيره في الكيس، الكيس بيبقى 500 مللي بس الريد بلاد سيلز كميتها كبيره، وبالتالي انا ببص على ريد بلاد سيلز بتاعه الدونر لما تروح للريسيبيانت بلاد، هل الريسيبيانت بلاد ده ليه انتي بوديز في البلازما ضد الانتيجنز اللي موجوده على ريد بلاد سيلز ولا ما فيش. لو ما فيش يبقى خلاص انفع انقل الدونر بلاد لهذا الريسيبيانت بلاد. وطبعا مثلا فور اكزامبل البلاد جروب A كان ممكن ينقل دم لبلاد جروب A او AB، انما ما ينفعش ينقل لبلاد جروب B. ليه؟ لان بلاد جروب B كان عنده في البلازما انتي بودي A ضد الانتيجنز اللي هيبقى موجود في الدونر بلاد لو بلاد جروبه A، عشان في RBCs انتيجنز A تايب A موجوده على النوع ده. طب البلازما ما بهتمش بيها ليه في الدونر بلاد؟ ما بهتمش بيها الحقيقه لان هي بتبقى كميتها او الانتي بوديز اللي في البلازما بتبقى قليله، لان الكيس بيبقى فيه انتي بوديز مش كتيره، فبالتالي لما بتروح للريسيبيانت بلاد بيحصل لها دايليوشن في البلازما بتاعه الريسيبيانت ومش بهتم بيها. احنا عارفين ان الانتي بوديز عشان تدي اي تاثير لازم يكون ليها ليفل معين عشان تعمل اميون ريسبونس، فلو ما فيش الليفل ده مش كتير عشان البلازما بتاعه الدونر مش هتبقى كتيره وهيحصل لها دايليوشن، فبالتالي انا مش بهتم بيها، بهتم بالار بي سيز اللي عليها الانتيجنز في الدونر بلاد. طيب وبالتالي كده يبقى انا العمليه بتاعتي هتبقى كومباتبل. لو مش كومباتبل يعني لو انا اديت دونر بلاد مش موافق للريسيبيانت بنسميها انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، يعني الريسيبيانت بلاد هيبقى عنده في البلازما انتي بوديز ضد الانتيجن بتاع ريد بلاد سيلز، دي بتبقى انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. بيحصل ساعتها ايه؟ انتي بودي رياكشن اللي هو هينتج عنه أجليتينيشن، يعني الريد بلاد سيلز هتمسك في بعض وتعمل كتل كلامبس، وبعد كده بيحصل هيموليسيز يعني الريد بلاد سيلز هتتكسر بفعل الكومبلمنت، وده طبعا ليه كومبليكيشنز اللي احنا هنشرحها بعد شويه. طيب ايه الاحتياطات اللي انا باخدها علشان قبل ما انقل الدم للعيان؟ اول احتياط ان البلاد بتاعي زي ما قلنا لازم يكون كومباتبل. يعني ايه كومباتبل؟ يعني نفس الفصيلة، دي أول واحدة. يعني لازم لو أنا البلاد جروب بتاع الريسيبيانت A يبقى أنا أروح أجيب له كيس من التلاجة A. ومش بس كده، أنا بعمل حاجة اسمها كروس ماتشينج تيست، ده تيست بيتعمل إن أنا بجيب نقطة دم من كيس الدونر أحطها على نقطة من البلازما بتاعة الريسيبيانت وأعملها بره في المعمل. المفروض إن ما يحصلش أجلوتينيشن، لو حصل أجلوتينيشن بره المعمل في المعمل يبقى ده ممكن يحصل جوه جسم الإنسان، فأنا بعمل الأول الحكايه اللي هتحصل بره جوه جسم الانسان بعملها بره. لو ما حصلش اجلوتينيشن يبقى الكيس هيبقى سيف والعيان ينفع ياخده، انما لو حصل بنقول ليه بقى ممكن يحصل رغم ان انا عامله الفصيله وهي هي ومطابقه وكل حاجه؟ علشان انا ساعات بيبقى في سب تايبس، يعني البلاد جروب ايه ده منه سب تايبس A1 وA2 وA3، ممكن يكون السب تايب بتاع الدونر غير بتاع الريسيبيانت، فممكن يعمل شويه انتيجين انتي بودي رياكشن علشان هو ديفرنت سب تايبس. طيب البريكوشن الثانيه الحقيقه ان الار اتش نيجاتيف بيرسون طول الوقت لازم ترانسفيوزد ويذ ار اتش نيجاتيف بلاد، علشان هو لو بقى ترانسفيوزد بار اتش بوزيتيف بلاد ده هيعمل عنده ايه؟ هيعمل عنده اميون ريسبونس، هيكون انتي بوديز، هيبقى الار اتش نيجاتيف بيرسون بدل ما كانش عنده انتي بوديز هيتكون عنده انتي بوديز، وده في الريبيتد بلاد ترانسفيوجن هيعمل مشكله. يعني لو خد دم تاني مره تانيه هيبقى ساعتها انكومباتبل ويعمل عنده برده كومبليكيشنز بتاعه البلاد ترانسفيوجن. التالتة بقى ان البلاد بتاعي دايما اللي انا باخده من الدونر الحقيقه بنعمله سكريننج تيست ضد ديفرنت ديزيزز، منهم الايدز والسيفلس والهيباتايتس. الثلاثه ديزيز الحقيقه دولت فيتال ديزيز، فاحنا بنتاكد ان هما مش موجودين في الدونر بلاد. الدونر بلاد كمان لازم يكون وهو بيتنقل للريسيبيانت لازم يكون ما يحصلش كونتامينيشن اثناء البلاد ترانسفيوجن،
وده عادة ما بيحصلش لأن الكيس بيبقى ستيرايل والاي في لاين اللي بتخش في الفين بتبقى ستيرايل، ففي العادي ما بيحصلش. طبعا الدونر بلاد لازم يكون الهيموجلوبين ليفل جوه نورمال، ما يكونش البيشنت او الدونر ده انيميك. خامس حاجه ان البلاد يكون ستورد في الثلاجه، يعني عند درجه حراره 4 وما يعديش على الكيس في الثلاجه اكتر من 21 دايز او 21 يوم، بعد كده الكيس بيبقى ديسكارد بنتخلص منه لانه مش هيبقى افكتيف، هيحصل هيموليسيس للريد بلاد سيلز وبالتالي العيان مش هيستفيد منه خالص. الانديكيشنز او الانديكيشن حقيقه في البلاد ترانسفيوجن ان انا لازم ادي العيان او هبقى ساعتها محتاج ادي العيان هول بلاد، يعني ممكن دي اول انديكيشن ان العيان محتاج ياخد هول بلاد. بتحصل امتى؟ بتحصل ديورنج هيمرج لو تعرض لنزيف لا قدر الله نزف اكتر من 1 لتر بلاد فبياخد ذا هول بلاد. ممكن ما اديش الهول بلاد وادي 1 المنت فقط، ايوه ممكن لو احتجت مثلا عيان انيميك بياخد ريد بلاد سيلز بس، عنده بليدنج مثلا بديله بليتلت بس، عنده مشكله في الانيميا في الاميونتي بديله وايت بلاد سيلز بس، يعني على حسب انا محتاجه انه المنت. وساعات مثلا في الهيموفيليا بيدوهم جاست ايه الفاكتور الديفيشنت، يعني فاكتور 8 مثلا في الهيموفيليا ايه بياخد بس جاست ايه الفاكتور اللي ناقص عنده الديفيشنت فاكتور. الاخر حاجه اللي هي الاريثوبلاستوزيس فيتاليس، واحنا شرحناها في المحاضره بالتفصيل، اللي الطفل الصغير ده بياخد او